في لعبة الالتقاء. يمكنك الانتصار. كل ما عليك هو القفز والتركيز. ماذا حدث لإعصار تسونامي؟ انتبه، أنت تحترق. إذن ما المشكلة؟ يمكنني إطفاؤك. لا لا لا، انتظر. لا أفهم، أنا ملكة الألعاب. ملكة الألعاب، لابد أن أفوز. لا تنزعجي، ستفوزين. انتهى عملي هنا وسأذهب لأستريح قليلاً. ستيوارت! 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 لا يمكنك تركي هنا معلقة، ستبقى معي لنهاية اللعبة حتى أفوز بالأيقونة، وسأفوز. ستظل معي هنا، أتفهم يا ستيوارت؟ أرجوك توقف، هل أوصوك بإخراجي من هنا؟ قلت لك توقف. هاي، لماذا لا تواجهني ثالثاً؟ ما مشكلتك اليوم؟ ما مشكلتك أساساً مع أدرينالان؟ لا تفهم شيئاً. ابتعد. حسناً كيفن، لنبدأ. ها؟ هاي، أين ذهب؟ اظهر وبان يا جبان، هيا واجهني، لا تتهرب. الآن يا جوان، ركزي جيداً، حانت اللحظة، أنت ملكة الألعاب. لقد فعلتها. لننهي كل شيء الآن وبسرعة. موافق جداً. كيفن! تنسين! كيفن! تنسين! بنجامين تنسين! كل ما أردته شيء واحد، واحد فقط، وكالعادة لا يشغلك سوى بطولاتك. لم تساعدني لأحضر الأيقونة. آسف يا جوان. طبعاً آسف. وأنت، ما مشكلتك؟ خصوصاً اليوم، تعاند بن باستمرار، لماذا؟ عدت بالأمس من أدرينالاند، إنها رائعة. لا تفوت الفرصة لزيارة أدرينالاند. استمتعوا بأجمل المشروبات، طعم لن تنسوه أبداً. ذهب الجميع إلى أدرينالاند، لم يصطحبني أحد. هذه المشكلة. ماذا؟ سأصطحبك أنا. هاي، انت تماماً. أوه، لا يمكن أن أركب عربة الأطفال هذه. ستركبها معنا وستعجبك كثيراً. استمتعوا. اسمع، كأننا أطفال في الثالثة. وما المشكلة؟ أجمل عمر. أما أنا فسأذهب للفوز بالأيقونة. ها؟ بقدر ما نتمنى أن تكونوا استمتعتم في أدرينالاند جي آر، بقدر ما نأسف أن نطلب منكم أن تغادروا الحديقة بهدوء. ونرجو ألا تضطرونا لاستعمال القوة. هي، توقفي، كفاك استعمالاً للقوة المفرطة. هل طردنا؟ نعم. حسناً، ربما نعود غداً. بالمناسبة، فزت بهذه الأيقونة، أيقونة المانع، ممنوعة من العودة مرة أخرى. حققت هدفي. لا مشكلة، أظنها حديقة للأطفال. وهذه جائزتك أنت، احتفالاً بزيارتنا معاً لأدرينالاند. أعطني هذه، لا أريد أن يراني أحد معك يا تينيسن. ظننت أننا أصبحنا اليوم أصدقاء. نفس شعوري. إذن هيا بنا لنذهب إلى مكان آخر ليطردونا. هيا بنا يا جدي، كلما منعونا في مكان ذهبنا إلى آخر.